بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنتكلم على شخصية أرسطو. هو ده من أكبر العقول على مر التاريخ، من أفضل العقول على مر التاريخ. هو الراجل يعني تلميذ أفلاطون، وأفلاطون تلميذ سقراط، وكان من تلامذة أرسطو الإسكندر الأكبر. فده كان ميزة بالنسبة له، لأن هو كان الإسكندر الأكبر كل ما يفتح مدينة يشوف الحيوانات الجديدة ويشوف الكتب الجديدة ويشوف المعلومات الجديدة ويروح باعتها لأستاذه أرسطو، فده كان بيفيده. وأفاد البشرية كتير جدا، لأن هو قال آراء كتير كويسة زي أفلاطون وزي سقراط، خلى في تفكير وخلى الناس تبدأ تفكر. بس هو كان مشكلته إن هو كان فتاي قوي، فكان بيقول كلام كتير غلط، وللأسف الناس كانت منبهرة بالشخصية بتاعته وبعلمه، فكان الناس بتاخد كلامه كله ثقة بدون مراجعة وبدون مناقشة وبدون أي حاجة خالص. حتى علماء كتير من علماء المسلمين، رغم إن معاهم القرآن، بس هما كانوا بيسمعوا كلامه حتى لو كلام مخالف للقرآن، ممكن يكونش عندهم علم شرعي كافي. فكان بعض الاراء ما فيش مناقشه، يعني هو ارسطو قال يبقى خلاص. يعني لو انت بتناقش حد دلوقتي في التلفزيون كده ليه، يقول لك والرئيس قال كذا، فخلاص ما دام الرئيس قال يبقى خلاص كل الكلام مطابق. فده كان الرئيس الكبير بتاعهم. وفي اوروبا في الاول كانوا بيحرموا الكتب بتاعته، لان الراجل وثني وجي قبل المسيح، فهنروح للكتب بتاعته ليه؟ فكانت الكتب بتاعته محرمه وتحرق ومالهاش اي معنى خالص، لحد ما جه ابن رشد الحفيد اللي هو عمل كتاب كان بيرد فيه على الغزالي، اللي هو التهافت برد على الغزالي، اللي هو عمل كتاب اسمه تهافت الفلاسفة. وكان تهافت الفلاسفة ده بيرد على آراء كتيرة لأرسطو. ما بقاش أرسطو عند الغزالي هو رأي الأول، لا، قال لك الراجل ده كلامه كتير حلو بس في غلطات لازم نبينها، وفي غلطات كبيرة جدا ما ينفعش تسكت عليها، وفي غلطات ممكن تعدي. فابن رشد لما شرح كتب أرسطو، وكتب بدأت تدخل أوروبا، وبدأوا ينبهروا بأرسطو وينبهروا بابن رشد، لأن ابن رشد اللي شرح، كانت الكتب موجودة ما كانوش فاهمينها، ابن رشد هو اللي ترجمها وشرحها، فانبهروا بيها وعجبت الكنيسة. ليه؟ لأن هو كان بيقول في من ضمن الكلام اللي بيقوله إن الأرض هي مركز الكون، وإن الشمس هي اللي بتدور حول الأرض. فقال لك بس والكلام ده موافق للي عندنا في الكتاب المقدس، يبقى هو ربنا بعث ابنه للارض لان هي مركز الكون. فخلاص الكلام بتاعه بقى معترف بيه، وبقى اي حد بيعترض زي كوبرنيكوس وكذا واحد اعترضوا على الموضوع دوت، فيعني حرق بعض العلماء، وبعض العلماء اجبروه ان هم يقولوا ان هم غلطانين، وان الارض هي اللي بتلف حوالين ان الشمس هي اللي بتلف حوالين الارض. وناس كتير مشت على الكلام دوت، لان هم حسوا ان هم ممكن يموتوا لو كده. لحد ما اثبت العلم الحديث الموضوع العكس، وبدا الناس لا ده مش كل كلام ارسطو صح، لا في صح وفي غلط. وكان اول واحد اتكلم في الموضوع ده الغزالي، اللي هو ناقش كلام كتير لارسطو بدون ما يخليه هو الوحيد اللي صح. تمام، فلازم نخلي بالنا حتى لو الراجل دوت هو ده العلامه، هو ده اللي كذا، ما ننبهرش بيه لدرجه ان احنا نلغي عقولنا ونمشي وراه في الصح وفي الغلط. على سبيل المثال، مثلا عالم كبير وعالم مشهور والحاجات دي كلها، او لاعب كوره او ممثل محبوب، انتخب فلان في الانتخابات، طب ما الراجل ده ما فهمش في السياسه، ليه امشي وراه لمجرد ان انا بحبه او بحترم اراءه او ان انا شايف انه حاجه كويسه؟ لا، لازم ما دمت تاخد قرار زي ده تبدا تناقش الموضوع وتشوف الموضوع، هل عقلك فعلا هيقول لك حاجه زي كده ولا لا، تبدا تحلل المساله وتشوفها صح ولا غلط. يعني كان من ضمن الكلام اللي قاله ارسطو، هو قال كلام كتير كويس جميل جدا وعمل علوم كبيره، بس هي الفكره كلها في بعض الاراء، زي ان الشمس هي اللي بتلف حول الارض، ان الارض ثابته وكل الكواكب بتتحرك حواليها، وعدد اسنان المراه اقل من عدد اسنان الرجل. ما حدش حاول يعد، يعني حتى يعني طب عد، حط ايديك كده وهي تعد وتشوف عدد السنان قد ايه، ما حدش. الاطفال بيكون صحتهم اكبر وافضل لو المراه حملت والريح الشمالية بتهب. العين هي اللي بيخرج منها الضوء، ده فضل مئات السنين ماشيين على الاراء ديت، لان هو ارسطو اللي قال، فما ينفعش ان احنا نناقش ارسطو، هو ده ارسطو. الشرايين بتمد الجسم بالهواء، عدت الفار اكلت الذباب، خطر الحصان لو الفار حبله. الفيله اللي بتعاني من ارق ممكن نعملها شويه زيت وملح وميه دافيه وتخف. تمام، فكل الاراء دي يعني بدا بعد كده الغزالي ينتقدها، ومن العلماء اليهود مثلا موسى بن ميمون حاول يوافق بين اراء ارسطو والكتاب المقدس، بس عجز فرفض بعض الاراء.
فين وفين لما بقى بدأ ناس تعترض من العلماء الكبار، جاليليو اعترض على الحاجات وده اعترض على الحاجات، لحد ما بدأ خلاص ما بقاش هو ده الحاجة المقدسة، وما بقاش فيه حاجة اسمها رأي حد مقدس، لا كل آراء سواسية، وبتبدأ تشغل عقلك وتبدأ تفكر. البعرة تدل على البعير، وأثر السير يدل على المسير، أسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج، ألا يدل ذلك على لطيف الخبير. فالمقصود بالفيديو دوت عشان الناس تبقى عارفة، ما فيش حاجة اسمها شخص هو صح والناس كلها تمشي وراه، لا كل الآراء يؤخذ منها ويرد، سواء ده كان عالم دين أو عالم فيزياء أو عالم في الذرة أو ممثل مشهور أو كده. شوف كلامه، شوف صح ولا غلط، أكيد عندك معايير معينة للصح والغلط، سواء أي معايير عندك تبدأ تشوفها، وشوف يعني اعرض الكلام الناس على الحق، ما تعرفش حق على الناس، تبدأ تشوف الكلام ده هل هو مظبوط ومطابق للصح ولا لأ. بمناسبة أرسطو نختم بحاجة طريفة، في أحد الخطباء كان في المسجد، هو درس فلسفة وتخصصه فلسفة، فكان بيتكلم على بعض الأمثلة، وبيتكلم وجاي يستشهد بكلمة لأرسطو. فأرسطو معروف في الكتب إن هو المعلم الأول، وبينما ابن رشد مشهور بإن هو الشارح الأول لكتب أرسطو اللي هو المعلم الأول. فبيقول إيه؟ وقال المعلم الأول، فالناس كلها راحت قالت عليه الصلاة والسلام، فاضطر عشان هو ما يتضربش إن هو يراعي لهم أي حديث للرسول عليه الصلاة والسلام، لأن هو ما ينفعش إن أنت تبقى في الجامعة وتقول المعلم الأول، يبقى قصدك أرسطو يعني، غير منطقية. إنما فراح هو قال وقال الرسول صلى الله عليه وسلم، وراح قايل الحديث للرسول صلى الله عليه وسلم. والله المستعان.